أهلا فيكم في حلقة جديدة. للي ما بيعرفني، أنا محمد جواد، هاوي تصميم وجرافيك ديزاين، وبحاول أتبع كل السبل المتاحة في تطوير نفسي في هذا المجال يلي كل يوم عن يوم تتطور وبصير استخدامها أسهل. وبما أنكم حبيتوا الحلقة الماضية لترميم الصور القديمة عن طريق الموبايل، راح أحاول أركز في الحلقات الجاية على التطبيقات اللي بتعدل الصور بطريقة احترافية جدا، وكمان راح نحكي عن برامج المونتاج وصناعة المحتوى عن طريق الموبايل. إذا أول مرة بتحضرني، ضروري تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات عشان توصلك كل الحلقات الجاي. إذا بتتابعني على فيسبوك، اكبس لايك واعمل فولو. في هاي الحلقة رح نحكي عن تطبيق ممتع ومسلي جدا، أنا مستحيل أمل منه، معظمكم رح يأيدني بعد ما تستخدمه. ما في أي إدت رح نعمله ولا أي شيء، كل ما عليك تاخد سيلفي والبرنامج رح يعمل الباقي. معانا ومعاكم تطبيق ريفيس. تطبيق ريفيس هو تطبيق لتبديل الوجه لأعلى تقييم على جوجل بلاي وأب ستور، وهذا التطبيق صار معروف على مستوى العالم مع موسوعة كبيرة جدا من الفيديوهات وصور اللي ممكن تبدل صورتك فيهم. ولو في أي فيلم أنت بتحبه راح تبدل صورتك وتكون أنت البطل. ممكن تركب صورتك على فيديو أو على جيف أو على صور، وممكن تعمل ميمز خاص فيك وتشاركه مع أصحابك. خلينا ننزل التطبيق ونمشي فيه خطوة بخطوة. نفتح جوجل أب، بنعمل ريسيرش على ريفيس. هذا هو شكل البرنامج، بنعمل انستول. بنفتح البرنامج وبنكبس get started. هون راح يطلبك البرنامج صورة سيلفي، لازم تكون الإضاءة واضحة، ما تكون لابس نظارات، ويكون وجهك طبيعي. خلينا ناخذ سيلفي، وبتقدر كمان تنزل صورة من موبايلك. خلينا نجرب ناخذ سيلفي، نعمل له allow. نعمل confirm. هون بعطيني لمحة مبدئية عن البرنامج ايش بتقدر تعمل فيه، وغير هيك بتقدر تشترك في البرنامج اما بشكل اسبوعي او لمدة سنة. احنا خلينا نجرب النسخة التجريبية منه ونكبس X. في القائمة الرئيسية راح تشوف عدة فيديوهات ممكن تعمل ريفيس لصورتك فيهم. خلينا نشوف نجرب مع بعض. نجرب طرزان. المعالجة جدا ممتازة، تبديل للوجه بشكل دقيق جدا. بإمكانك تعمل سيف وتسيفه أز فيديو. جرب بشكل تاني، جرب جاك سبارو. صرنا جاك سبار. وهي عدة فيديوهات من اللي أنا عملتهم على هذا البرنامج. Always tells me to smile and put on a happy face. When I was a little boy, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
I... Never mind. Does your thing really stand for hope? Yes, it does. Did you ever fight a hippo? Oh, that's not a hippo. طيب في حال انه صورتك بدك تبدلها او بدك تضيف كمان صورة بنروح لبروفايل على الزاوية تقدر تعمل edit اما تزيحها او تخليها بامكانك من اشارة البلس اما تحمل صورة عن طريق الجاليري او تاخذ كمان سيلفي. نرجع للهوم في عندك rehair session هاي عدة صور ممكن تبدل صورك فيهم نفس المبدأ اذا عجبتك صورة تفتح عليها وبتعمل ريفيس. نيجي للتوب 100 وهي أكثر الفيديوهات المشهورة اللي بيستخدموها على هذا التطبيق. نيجي لل 9 جاج وهي عبارة عن فيديوهات GIF واللي بنستخدمها في أكثر تعليقاتنا على الفيسبوك وفي منها مشهور جدا بتقدر تبدل صورك فيهم أو صور أصحابك. البرنامج جدا ممتع ومسلي بتقدر تصفح فيه شغلات كثير في موسوعة كبيرة من الفيديوهات والميمز والصور. بتمنى أنكم استمتعتوا بهاي الحلقة وفرجونا إبداعاتكم بالكومنتات. الحلقات الجاية راح يكون فيها تطبيقات جدا مفيدة للجميع. بتمنى تتابعوني جماعة اليوتيوب لايك شير سبسكرايب جماعة الفيسبوك لايك وفولو وسلام.